بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى إمام هاتسك تبارك وتعالى إن كل مي بيت كيسان برا كيسان إن كل مي سجن ويدي سان إن الله تبارك وتعالى إن وحي خير إن وافتشيو انت ان هيسننا الهي تبارك وتعالى انو انو دائميو انو نبركيو يا ويدي سنين الله تبارك وتعالى كلمة دا عاوة ان شاء الله تعالى وحن شاء الله هي ننكو قادنو حديث كم اذا حديث كالنبي حديث النبي قال صلى الله عليه وسلم وحديث ابي هريرة أحمد الترمذي بصو ساري وأنا حديث حسنة النبي قال صلى الله عليه وسلم وحيلي من يأخذ مني خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن شن الريموت يا إيقاقاتا وكل رقمه عمل فلا أما قرسية أو بره عدك عمل فشا يا إما إنا أذوك عمل فشا وأتقاضته دقا انجلسه يا إما إنا تسي قرسية عدك لو كل دقا انتوك عمل فشا. أبو هريرة وحديث كورنا يوحي لي سؤال شامركو النبي قويدي صلى الله عليه وسلم الصحابة ده أي وحن إريبودي أنا يا رسول الله أنا قادنا يا شنطة الريموت وحويلي مركز النبي صلى الله عليه وسلم كعنت إذا قبتي فعدهن فيها كعنت إذا سقوها هي وشنطة الريموت النبي إيتري صلى الله عليه وسلم كعنت إذا كتري كشن الريموت مهم أول شنطة الريموت الحديث كأكوي ميت ينعاوه إن شاء الله تعالى كهلينا قضب ككوبات نبي قوحي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون أعبد الناس وحي إلهي حرمي وأكودي ذي وأكاري بي إسك إلالي هذا السيدة يشو وحندقون إساء الدومة إلهي ميتك أغو عبادة في عن كوغو الستة لنك عبادة ذات نقون إساء وقضبك أغو الرئيوة وحود تلمامي دين تنو السيدة دبا إلهي إنو سودتشيي المصلحة إني دنتين الله سودتشي لبا أساس بيكو تاغنته أساس ككوبات وسمية فعل المعروف وحي وناك السمية أساس كلبان وترك المنكر وحي حنة إسك إلالية يعني وحلو غفريو يا واحد لقى الرهبة يوا، وحي لقى الرهبة يي، أو تير كلبادة أساس كلبادة، إن أتسك إلى لسود كفو جاتاي، وحي تلمام يسا إن أتهاي روح أضون نمدي اللي حقيقي يي، أضون طبعا إن أتهاي بيت تلمام يسا. رواية كلا وحي لهذا هاي كن ورعا تكون أعبد الناس. الورع أو الورع هو اتقاء المحارم ولا هذا حديث واسكو معنى وامد النبي قلنا له صلوات ربي وسلام عليه خير دينكم الورع دين تمرك اللي سجيه قضبك
laf dhabarta ah ee ugu khayr badan waa xalaal miirashada oo inuu ruuxu maxaarimta wixii Ilaahay xarimay isaga fogaado iska ilaali taas waxay tilmaamaysaa inuu ruuxaasi ruux diin leeyahay addoon Ilaahay addoonnimadiisa xaqiijiyeena inuu yahay sababtu waxa weeye waxaad garan kartaan waxaan xaaraanta Ilaahay inoo diiday waxa laynoogu diiday waa imtixaan iyadoo dhib inuu ku jiro darteed laynoogu diiday oo haddaad sideedaba aragto wax Ilaahay xarimay waxa loo xarimay baa meesha ku jirta waa wax dhib ku jira waay ama dhib adduunyo ama dhib aakharaa ku jira haddana dhanka kale waa ku imtixaanannahay oo waxaa lagu fiirinayaa shaygaas laga reebay bal waxaad ka samayso الله تبارك وتعالى بني آدم كوحو قليي وحلي هذا الشهوة ضمع هي الدونيتان دنك كالي وحلقو ابتليي نين ليلة هذا شيطان إبليس هي الشيطان ولقو ابتليي الدنيا دينا ولو قرحيي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الدون كوحي يالينا والينو قرحي الشيطان وقرحينيا لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين آدمها إنو اللميبا حق يبرس أمقات من قصبه لكن وحبو أقرحيا مركو أقرحي وتعليسينا وكقل قاليا إلى قلان وخلت كسمية مركو أفير صنفت هذه وتعل شيء يو اللي قرحي أذيك يو اللي كقل قالين يو والشيطان دوا ذكى الريح يو أنت هسي مركا إسهلان روحة استاجة شيء كاستاجة اللي كريوايو كباق صداي ماشي وحا كتير وحي كباتي عبودية الدونيمو هي إيمان هي خير بدن هي الدين قلبك سكتر تأودي دوحا خاصة مركي حاران توكوسو قعنقشو وي سيفضد أدو هيلي كرتو دو قاري كرتو حول حاران سيفضد أقادن كرتا زينة دي بافضودان ديكي بافضود آدي ويحي بات سيفضد أقلي كرتا مركاسو كالي وميلها اللغو كلبها هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركو ليهي دين تينا وحا أخير بدن حلال مير شد يروح حارانتا ينو يستقفو قادو بمعنى واحد قرن كرتا ما أنت واحد هي ليسا ضد آذو عبادة بدن والصوم بدن والصلاة بدن واعتكاف بدن وعمرضا أن كلقوين ينو ديارة سي صارن وصو صارن هدنا باب كمرك اللي يبادو حارانتا اسك قصناي اد بي وبدين صوم اد بي وبدين ان رضت كنت ضد روح صلاه بدن وصوم بدن وعباده بدن وي بدنت لكن ان دركت الروح حارانت اسك الى لينيا هي شهوات كيس كنترول ياي خاصه مركي الدنيا يا مال غشو ويريه هل كاسد كغران كرتا مركي النبي صلى الله عليه وسلم مركو ليه اتق المحارم تكن اعبد الناس وحي إلهي حرمي كفقه إسك إلالي وحد نقون إساء الدومة إلهي ميتك أقول عبادة في عن الدومة أقول ستة أقول في عبادة نقون إساء قضب كوباد النبي صلى الله عليه وسلم أوتر دارمي وكاس أخر الزمان كمرك وقت كان هذا أن تشوغن وحبو لسي ستة وحبو لدير يهي وحبو النبي قلت المامي صلوات ربي وسلام عليه آدمه سيدة إيمانياتك هي الدين تؤفض دانيس oo aakhira ugu fududaanayso oo adduunyada uu caabudayo u taqdiisinayo aakhiru zamanka wuxuu gaari doonaa nabi sallallahu alayhi wasallam xaalad uu ruuxu u abayeelaynin waxa uu cunayo iyo wuxuu qaadanayo iyo wuxuu kasbanayo inuu xalaal yahay inuu xaraan yahay waxilli marka xilliyadan hadda aan joogno ee dirhamki iyo diinaarka la caabudayo marka خاصة حلي غاسو كلي روحي إس إلالية
وحلاش أكو جاب صدا وحران تك جاب صداي شكي ملها إنه يهي أضن مميزة وأضن صوعا قضب كاس وقضب ككباد النبي صلى الله عليه وسلم شنطة الرماد وهو الرئيسي قضب كلبادي نبي قوحي صلوات ربي وسلام عليه وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وحي إلهي كو قيب كوسي وإلهي تبارك وتعالى كو قندي رالي كنقو إلهي بأوح قيبي الدومدي سوح قيبي عمري جيبو قيبي حولي جيبو قيبي عقلي جيبو قيبي عرورتي جيبو قيبي قرح ديبو قيبي ملكي جي كرسي جيبو قيبي الله بأوح قيبي تبارك وتعالى وحو قيبي ربي تبارك وتعالى حد لي أن كون كم بالله لسين باوحن ردن لقرشي اللقون دي وحي كوكسو هقاقي لها يوحي اللقسين لها ما لنكاسا لحريقي هدي لحريقي وحي إلى هاي كوسي وقيبهان كوسي رالي كنو رالي كنو كو قنع هكو يرادو هكو بدنادو أنت إلهي كاسي الحمد لله إيمان سوء وحي إلهي كو قندي وكو قرشي هداد كو قنع ضد رالي كو نقطه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تكون أغنى الناس ضدك الروح أقول تهجر سنبا نقون إيسا أقول قني سن صوت معي تهي لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس حول بدني يا هنتي بدني ما أها غني نمد يتاجر نمد إني قعنت هذا بوحدة ما إني أكون هذا كوبوحان ما تاتاجر نمد ربطا ما لكن تاجر نمد ربطي وحويان إن قلبي قاقو وتاجريا إن القناع سنطة إن إلهي وحكسي رالي قطع إن الإيمان كاقا قبطه تاسا وحي تايب نبي صلى الله عليه وسلم غني نمد ربطا وعكوي لأبو ذر يا أبا ذر أترى أن كثرة المال هو الغنى أبو ذر ما واحد موذي سيكرتها حول بضنيد إني تاجر نمتها ساس ما أبو النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم تاجر نمتها قبتها وامد قلبك فقرك يا باهي ذا قبت انا وامد قلبك نينك الهي قلبك ستاجر نمجلي ياي رسول كوحي صلى الله عليه وسلم وحي الدنيا الدنيا وحي ان لا سينين وحبا كلام مقنا نينك قلبك فقري لجلي انا الدنيا دون هدي ليسو درو ليسو درو لو ودا سي وحبا اتريميس مركا سيد كو غاري كرتا واي وحد كو غاري كرتا وحي الهي كو قيبيي رالي كو نوق وهذا الرالي نقول ان محاد سمين كرتا هذا وحي الهي كو قونتي كو قنعن محاد سمين كرتا وحبا كما بدلي كرت تاد سواشو تاد وريرتو تاد مروكتو هدي ستريس كو قرعو هداد اسكو ضيضا اناد محوقا هاي حيوك وحكو كنتو وح إلهي كو قري وحنا هين ما كيني كت شك شك ماش هذا تشوق يا مرك مر بعض إيش ماش هذه ونا تشوق يزو هذا ما أسك قنا عديد مرك يا ما هذا رالي أسك نقط إلهي وحو كسير رالي كون نقط تبارك وتعالى وقضى مهمة وكن النبي جن صلى الله عليه وسلم وكت المامي ليبان تربطا إنيتا ليبان تربطا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح مسلم والنبي يقول لها صلوات ربي وسلامه عليه قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه وحال ليباني روحي صدح الرماد ليس قدره الدنيا أخرى والروح حسن ليباني إسلام نمو دين توصن إيمان وقضب قضب كلمات إن كفلا وأن كبض نيلو الدنيا أنا لغو إرزاقي الدنيا وحي أوفي عنتا
وحوغا يرو آدمهنا أدكيك كافتون تبريدي سيا باهيديس آخر دانضينا أن كان مشقولين إلى الله كاسي وإنت النبي قال نبري تشري صلوات ربي وسلام عليه اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا إله قويسس كيجي الرئة رهيقة إيه محمد رزق هذا واحد كذلك تاوح ونكفلا صوت معي تهي وحي كبضني إلا من رحم ربك وحي أبضن تهي وحك قيمة بضن بيكو سيچين وكو قنصن إيسا وحي يدي كفي عن بيكو قنصن ساس ترادت إن كوفلا هذا مهنا أتكيا كافتون تو بريء يوتشي جاجا إن أتي بسنة أتكيا كافتون تي يباهي إن يكو قبته أنت إن الدنيا دلقاسيه قدر كصدحان وحويان أنت إلهي كسيه إن لقو قنعيه قد إيمان كو قبته رالي كو تح صدح ذا الرمض روحي لجاه لوالي باني بالنبي قول صلوات ربي وسلام عليه ساس ترادت قدر كلبادي وحوي ورضى بما قسم الله لك تكن أعبد الناس وحي إلهي قيب كوسي رالي كنق وحان نقن وحان نجد تكن أغنى الناس ذاتك الروح أغني السنة أغو تاجر سنبا نقنس إن حقيقة السنة واحد كوكرا نيسا ذاتك ما أنت مركض أفي رسو وحد أركيسا مذ أن وحبدا هاي السنين وسكر رفات سن قعنتي سو وحبدا هاينا كوتشرين هذا مع ذلك اسكتركس الحمد لله كهيا قلبي يسود دقيني هاي ورير يا بلاي عن قبين ميد واحد أركي صار لنك كلا وحي أن الدنيا هي حولها هالجو ابتلاي هذا مع ذلك نسينا ماله نسينا ماله ودقنا إنشان ماله وحسلوني ماله وورير سين هاي وواجاتي سين هاي وقعمه كل الرقية قعمه كل الرقية يا بركو حد قرين كرتا حقيقة النبي يقول أقول رمي صلى الله عليه وسلم أو تها أو أه ورقني النمذ وقعنت هذا يحكو تشيران ماها إقني النمذ وقلبك إلهي قلبك قا إنو قليو قني النمو يا إيمان يا قناع السنان ووحوين واتي النبي قلنا صلوات ربي وسلام على ربك كويري ووجدك عائلا فأغنى هذا فقير وحبه يسنين بو الله كهلي نبي محمد صلى الله عليه مركز إلهي غني كادي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حوالا بضل ما هي سنين هنتئو غني كن نقضنا متشرين لكن إلهي تبارك وتعالى قلبك يسوحو قليي يعني وحوي تاتشر نمو يغني نمو ماشي قدام بيس أحبضني الدنيا كان الله ومقنا مركز قضب كاللباد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودر دار مي وقضب كاس قضب كاس دحات ورسول كان يقول صلوات ربي وسلام عليه أحسن إلى جارك تكن مؤمنا درس كاغا وناك أسمي مؤمن بعد نغنه درس كاغا ياوه أفرتن قري وأفرت دنعكاك لحكتاي ودرس كاغا وما قال أردن أفرتن قري وأفرت دنعكاك لحكتاي كل ودرس كاغي هو إحسان أسمي إحسان كوحا اللي يدابه إلينا حلمته بمعنى بدل الندى وكف الأذى وحي دبكا كرب وحي داف يوناك الله يرتهينا قارسي ووحكسي درسكو وما لها أي دين تنو حوكا سارت ساس دراد الله بضا قضب اللو حيكي النبي كدر صلى الله عليه وسلم باتكا قرن كرتان أحسن إلى جارك حيكو تصي إيمان حديث كيف الصحيح كيف ذا تلمام يو نبي يقول صلوات ربي وسلام عليه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلهي بان كود دارتي مر رمين إلهي بان كود دارتي مر رمين إلهي بان كود دارتي مر رمين وركان سحاوذ حين رسول الله وكاسي وامد خساري أوهو غي طلب يا نك صدح قور نبي يقول صدح دارض استبدك إنو سن رمين وإيمان لهي وكما نبي صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه بنبي صلى الله عليه وسلم والروح أن درس كيس آمن كأهن شركيس
بوائقنا النبي قال فسروا ويدين صواح صحابه بوائق ذم عيد رسول الله وحن النبي صلى الله عليه وسلم شره وشركس أفكار يأدين كاجا هدو درس كاجو كبد بادي واي دليل وحيقطها إيمان كاجو إن وحسكيه لأن علامة الإيمان وحويان إن درس كاجا الإحسان والصميس كلية إن لقانا بتقلي كلية ما نما إن لقانا بتقلنا واقيب إن الإحسان والصميسنا واقيب أحسن إلى جاري كمر ولكن النبي جينا صلى الله عليه وسلم قال أوي ما دين وإذا دين رسول الله يو كبر دهب لله إذا هوين أيوة وهوين عبادة بدن صلاة بدن صوم بدن عبادة بدن ما قال هذا هو كم عابنته لكن درس كذا لبتايو عرب كذي أف كذا كمان نبض قالوا درس كذا نبي قوله صلى الله عليه وسلم وأهل النار بودي وأهل النار هذا نميت كلا الله شيء هب لنا ما صوم بدنا أو ما صلاة بدنا ما عباد بدنا واجبات كذا وابجدتها لكن درس كذا أيا كان نبض قاله أف كذي أدن كذا درس كذا ما قالوا نبي قوله صلوات ربي وسلام عليه وأهل الجنة ورسوله صلى الله عليه وسلم مركز صوم كيف راح بدنا يا صلاة يا عبادات كي ما حيسكون فوق فوق صدي وحيسكو فوق صدي درس حمدي عبادة يريدين محاك كبي عبادة يريد أدنى وحاك كبي إحسان كدرس كادو صميس يشترك هذا إنا يكن نبت قلان ميلف ربنا أو الله جاي أبوي إنا ندت كوب براروك سنين بخير كوكشرة نبي جنو صلوات ربي وسلام عليه وكله ما زال جبريل يوصيني بالجار جبريل إنه إجلاد دردار ما يدرس ككموس نزول حتى ظننت أنه سيورثه إلى أن إله ذبا طالما وحوده دونا رحلك وحلق السي يا محو صوضا رحلك وحبو كله درسك إلى أن إله ذبا أيو إجلاد دردار ما يقول وملك الجبريل درسك 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 ساس تردد بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى جارك تكون مؤمنا علامة إيمانك اللي قرتوه قضبك أفراد نبي وحوري صلوات ربي وسلام عليه ودردارمي وحوري صلوات ربي وسلام عليه درس كمركو كهالي أي قضبك أفراد رسولك وكرده صلوات ربي وسلام عليه أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ضدك الله تعلو واحد نفت هذا الله تعشه مسلم بان نقونه محن نفت هذا الله تعشه وحي خيره وحي خيره نفت هذا الله تعشه ضدك الله تعلو طبعا وحي نفت هذا الله تعلينا ضدك الله تعلاني حديثك وحكاها الله يا وجعيلك قلبك ودونتانك قلبك خير من الله تعيشه نفت هذا ها ضدك أن الله تعلو ما ضربته حتعيشه وناك حتعيشه إن الحوله هشو حتعيشه إن العروه هشو حتعيشه إن الدين هشو حتعيشه إن الدبت قليه هشو حتعيشه وحي وناك ونبا تعيش وحي كل ما يرنى ونعبت ضدك سيدا سوك لك سوقات نفت هذا وكلك سوقات وحي أن نفت هذا آذن لك شعلين ذاتك الله شعلان وشرعي اللبا وحي نفت هذا الله شعش وناقنا الله شعلوا بنبي قول صلوات ربي وسلم وميزان عجيب أول وميزان عجيب أول مركا الله شعلاته شعيل كاسم حبا بإنا يا وحبا بإنا يا وحل إلى هذا أنانية ذا حسدك وامدة خطرت أول إن أدوغو وحصل الربط وحول بإصل الربط أنيقا 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 ضد كينا وخير بآذن للربين بل خير كإلهي السيئة واتكحنا أخصان طائبا مدبا حول كل الدير عيل با الله دمان إيسا مدبا وح كل الدير واتحنا أخصان
midbaad wax wada bilowdeen oo isagiina tagay adigina meeshii baad ku wareegaysanaysa waad xanaaqsan tahay war maxaad la xanaaqi yaa maxaad la xanaaqi ood u dagaalami allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka waa ka inoogu sheegay dadka wixii ilaahay siiyey wax isku mashquulinin kanaa la siiyey iyo kanaa loo badiyey iyo kanaa badsaday iyo kanaa dhergay iyo xaggaha aadin lagaama jiro dhankaa wasalu llaha min fadlihi allihii iyaga siiyey weydiiso soo ma intaad ayaga ku hanqaltaagi lahayd oo iyaga unaad ku mashquuli lahayd meel kalaa laga helaayo xaggaha aadin xagga rabbi ah wasalu llaha min fadlihi intan ilaahay uu siiyey ka badan baa khasnadihiisa ku jire allah weydiiso inuu ku siiyo marka xaasidnimadu waa cunsur xun waay cunsur aada u xun waay dhaqan xun waay waa dhaqanka rabbi tabaaraka wa tacaala xumaantiisa uu inoogu sheegay qur-aanka kariimka xataa lagu daray waxyaalaha ilaahay laga magangalo wa min shari xaasidin idaa xasad ruuxu hadduu xaasid noqdo oo addoommadaa wixii ilaahay siiyey un inay dhaafto u jeclaado ama isagaba ha ku soo wareegto ama sideedaba ha u waayaan waa cunsur xun oo aada u liito waa waa dhaqankii ibliis ibliis oo ra'su shar ah dembiga lagu lacnaday oo ilaahay naxariistiisa looga fogeeyey oo aafada ugu dhacday oo adduuniya aakharaba uu ku khasaaray xasad baa u geeyey markii nebi aadam u sujuud la yidhi meeshuu allah amarka siiyey fiirin lahaa iyo cadamadiisa dhankaa umuuse kicine wuxuu bilaabay inuu aadam akhriyo markaasu wuxuu yidhi ma kan dhoobada laga abuuray baan u sujuudayaa ma kan siduu u yaal dhoobaa laga abuuray ana dabbaa laga abuuray seen ugu sujuudayaa war ilaahay baa fadligan siiyey ama dhoobaha laga abuuro ama wax kale laga abuuray fadli alla weeye amarka qaado maya maya ma yeelahay xasadkii wuxuu gaadhsiiyey inuu ilaahay lacnado lacnadaana ay la socoto ilaa uu naarta geliso adduunya aakhira waa khasaaray nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu jannada ka saarahayo imtixaanayo ibtilaynayo uu jannada in laga saaro sababta u noqday waa xasad daraadii markuu ilaahay hortii ka dhaaranayo oo leeyahay caruurtiisaan baabi'in doonaa waxba ka reebi maayo waa xasad dartii yacni wuxuu ka xastayaa inay iyaguna badbaadaan isaguna uu naar galo maya waa inay igula daataan innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir godkaa in lagula daato waay wax badbaadaba aan la helin oo anigu haddaan galahayo maxaa looga badbaadi waay waa kaa markii nebi aadam calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam intuu tarmay caruurta dhalay labadiisii wiil buu haddana isku diray wuxuu ka soo galay haddana cunsurkii xasadku ka soo galay qurbaan bay geysteen mid baa qurbaankiisii la aqbalay kii kalena qurbaankiisii waa la soo diiday seebaa adiga lagaaga aqbalay annakaygii loo soo diiday waa waa ku dilaya laaqtulannak war maxay ugu dilaysa innamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin war aqbalka ilaahay baa iska leh sifuuna wax ku aqbala dad khaasana wax waa ka aqbalaa maxay igu dilo sababtu maxay tahay laaqtulannaka adeer waa ku khaarijinaya seebaa adigana taadii lagu aqbalay anna taydii lagu soo diiday ma soconayso walaalkii buu ka takhallusay walaalkii isku hooyii isku aabbaa yihiin khalaas dhagtuu dhiigga u daray sababtu maxay tahay waa xasad nabiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wiilashii u dhalay inay intay tashadaan walaalkood yuusuf calayhi salaam ay ceel ku ridaan sababta keenta maxay tahay xasad baa keenay seebuu aabba nooga jeclaaday wiilkan wiilkani aabbuu naga xigsaday sidaas daraaddeed waa inaan wejiga aabba dhaafino si aabba innaga inoogu wejigiisu inoogu bannaanaado wiilkan yarkay uu inaga jeclaaday waa inaan khaarijinno waay war aan dillo war maya dili mayne
دل كيس أنا قد دايا أنا عالي سجردنه استافنه وولا الكوت حسد وامتحان نبو حاس كيس كودري لوا إصلاحي بو إسكودري لوا ضو ضص ضض شيء بو إسكودري وحبا ما هم بينين داودي سمحي تمرك أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متكين مؤمن نقون مايو إيمان كيسونا مرد ما يسترنا إلا أولالك إلا تشعلا دوح ونفتي سلا تشعليه وحبضن بعد داووب لها هدي إلهي وينصين لها عنصر كايساقا شاكيل فربضن بعد داووب لها وحلو إهل الله وحاكرت لنا يا مركة قلبك ومبدأ آقات تدك الله تشعله وحاد نفت هذا الله تشعش هاي قضب كليتو كرشا تشرا ما حكرشا وحاكرشا إن أدتك أولتي ما دو وحاد تشعش هاي إن أذيك اللي قولي ما دو تازينا ومدى كتب من حديثك في صحيح مسلم والنبي قولي صلى الله عليه وسلم مركو كور رمي فتن إيمان دونا آخر الزمانك ومدى مدى كدن بيسا أي كعلوستهي حل نبي حكرده صلوات ربي السلام عليه مخرج من الفتن فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وفي الصلاة روحي الرباء مركي فتن قرعان وامتحانات قرعان إنو النار نكبت بعد جننا قالوا لما قضب هل يمات قضب ككومات قيريدو ها اتماد دو إساقو إلهي الرسول كيس الرميسان مبدأ أساسي إساقو كدقن قيريدو ها اتماد قضب كاللبان وحويان ددك ها أولي يماد وحو تعليا هاي إن إساق اللو لي يمات سيكال هدانو دهنو أذيقا إيا ددك كالي حل ميزان أو دسار ددك أذيقو كالك سوقات dadkii markaad adiga oo kale ka soo qaado dareen baad leedahay wixii aad ogtahay inaad dibsanayso dadka la qaabili mayso afadu xaqiiqati maada dibku inta badan wuxuu ka yimaadaa aadamuhu laba wuxuu haystaa miisaan miisaanan isaga wax ku beegta midna dadku wax ugu beega kan aad dadka wax ugu beegtahay marka waa mid nusqansan كان هذا ضوء كوبا يقتنى وميد بوحة ويل للمضففين ويل للمضففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم مركي ضدك أوبا يقيانا يا مركي بيقيانا ضدك حق وضا السين يانا وين نسقاميان markay xaqooda oofsanayaan oo iyagu ay qaadanayaan oo beeganayaan si dhameystiran bay u qaataan qoladaasi waa qolada Ilaahay tabaaraka taala aakhara uu cadaab ugu talagalay waay marka khalqigani waa adoo kale adeer sida aad jeceshahay inay kuula dhaqmaan ula dhaqan adigoo kale ka soo qaad dadka qodobka si fiican waay qodobka waxa ka si fiican oo ka si sita qodobka la yiraahdo al-ithar نفط هذه والله ما دان سمينه تادا إيه تودا تودا تهر مري سيبا إيه قابط ودهر تيبا تاوى درجة سرع واتي صحابة النبي إلهي كو أماني تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة واد قاة جيسان تهي ولال كان واد قاة جيسان يه باهيدا دي انتاد دين عود دكتو دب دكتو بعد باهدي ولال كاتبوا ليس واد أومنتا يسكن وأومية يسكت بيها سينة زادنا واد أومنتا يا تامر كوا درجة سرعوي إلا نضوم دي بكرة في عنو كلا سرعية تاسير ركبة لغو أماني صحابة دي النبي قال لغو أماني صلوات ربي وسلام عليه وأمر كوا مرتبة هذا سرعي سوي حديث كمر كأساس كوحويان عدالته أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وحد نفت هذا لك عشهاي ضدك لك علو
Soomaali maanta way u baahan tahay daawadaas laana waxa isku leenahay isku kharibaya ee dalkooda ay u baabiyeen ee qorta isugu jiraan ee u kala bixi lahayeen u kala bixi la yihiin oo cadawgooda uga faa'iideystay wax kala ma aha waa un xasad waxbayna isu ogoleyn laakiin hadii ruuxba ruuxa kale walaalkii uu naftiisoo kale ka soo qaadi lahaa waxyaalo badan baaba dhammaan lahaa si tilqaaya isaga dhammaan lahaa qodobka afraad qodobka shanaad ee ugu dambeeya xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulku leeyahy sal alayh wasalam walaa tukthiri adaxik faina kahrata adaxiki tumiitu lqalb qosolka ha badinin qahqahda ha badinin maxaa yeelay qosolka faraha badani qalbigu dilaa waxaa kala duwan ibtisaamada iyo qosolku waa kala duwan yahay ibtisaamadu waa muusoodka waa dhoola cadaynta middaasi ajir baa laga helaa waqta nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tabasumuka fii wajhi aqiika sadaqa walaalkaa markaad iska hor timaadaan inaad muusooto dhoola cadayso oodan qabiid ahayn waa sadaqo ajir baa laga helaa taa waa muusoodka waana tii nabigeenna u badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh midna waa qosolka kahkahkahkahda waay ka noocaasoo kale a nabigu wuxuu leh sal alay slam ha badsanin tabcan marka qaarkood ruux waa ka dhacaya laakiin maxaa la diidan yahay ha badsanin dhib buu leeyahayo ruux markuu qosolka badsado qalbigiisaa dhinta qalbiga maxaa ka dhinta dareenkii baa ka dhinta cabsidii baa ka dhimata walbahaarkii iyo murugtii aakharaa ka dhimata laana qalbiga markii aakharo iyo geeri iyo macaanidaasi ka buuxdo qalbigu inuu iska qoslo ruuxu iska kahkahleeyo uma badnaa waata nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi low taclamuuna maa aclam la daxiktum qaliilan wala bakaytum kahiiraa haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay in yar baad qosli lahaydeen in badanna waa ooyi lahaydeen laakiin warbaydaan haynin waxbaydaan ogeyn marka qosolka faraha badan qalbigu dilaa laana in badan waxaa la doonayaa ruuxa muslimka ah inuu qalbigiisu cabsi iyo mustaqbalkiisa aakharo iyo walbahaarkiisa iyo fikirkiisa inuu ku jiro qoladii naarta la geeyey oo ilaahay cadaabkiisa geeyey markuu ilaahay sheegayay tabaaraka watacaala wuxuu yidhi innahu kaana fii ahlihi masruuraa markuu qaraabadiisii iyo ehelkiisa dhex joogay mid iska faraxsanoo wuxuu ahaan jiray iska qosqosla ya maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa in ay badato cabsidaada iyo murugtaada waxay keenaysaa in uu qosolkaagu yaraado qalbigaagu noolaado macaanida aakhara ku noolaato mustaqbalkiiyo waxa soo socda qalbigaaga inay ka buuxsanto cabsida alle iyo murugta aakharo inay qalbigaaga buuxiso ma diidayso muusoodka ma diidayso laakiin qosolkaa faraha badan baa la diidan yahay ee dadku in badan u badan yihiin saddexdaa ashantaa qodob oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu yidhi yaa iga qaata oo ku camal fala ama cid ku camal fasho gaadhsiiya abu hurayra yidhi rasuul ilaahay oo anaa qaadanaya oo ku camal falaya war innaguna soo ma dhinaan dhahno ma innaguna soo inaan farta u taagno maa mise maa mise abu hurayra keliyaan ku daynaa waa annagu ma baahnin miya waa u baahanna rasuulka ilaahay oo annagana waa qaadannay waana ku camal falaynaa dadkana waan gaadhsiinaynaa taasaa laynaga rabaa soo ma tawfiiqda allah inaa waafajiyo hada billahi tawfiiq wsali allahuma wasalama wabaaraka cala nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam jazaakum allahu khayra
سلام شغله كيف حالك؟ الحمد لله الله يعافيك. هذاك على تشوك اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله سبحانه وتعالى وحمد سنة بأسماء الحسنى والصفات العلى إنه شيخنا إله سبحانه وتعالى وبركاته في ميزان حسناته وإلهي أصاره. يعني إخوتي في الله جدولك ولي ما ديارين، يعني لكن دعاوة وخيرك نوب اللوضي يهبين دم يهبين كو حقابة. وأنا علماء بضم أنه لتشوكتها دكتور آذن مكمية هاي، كذلك دكتور أحمد داهر ويس أسنو أنه لتشوكتها جمعة هدو دم يساقها خطبة تشيذي مركا خير فربضم بأجر يبين أنه نهدو إلهي لهذا جدولك إن شاء الله تعالى بريبا أنه مارتي أنه قيبين أنه دولا يسيدي تهي محاضراتك يعانوين توضا مركا إذن كنا مارتو حين الله خير الله ينسيو يا تعمير كاس يا خير كام وذا قاضني حقيقة وحويان ساعات كام الدقائق ذا هل ساعة تمر إنه وحي آد وقيمة بضن تهي ساعات فرب بضن أنت هذا مسألة كان سوون نمت إن وهذا أن أنت هذا جاي سنة إني إن خير كاس ساعة بضن بالله يا باينا وحكل وكعب بحلا هذه بقى كنا بتقل هي إن دين تهذي بقى كنا بتقل إيسا وادفائدة إيسا إيسا كي شيطان لديه جريبا بنان كايستاغ هي وحف ربضان بعد هليسا هذا حقا علمي كقاضاني حقا اعتكاف كي باكو صعون هي صلاة دي بعد جماعة كنتو كنيسا وحا اسكر هرانك وخير كافرها بضان نك شيطان لديه جريبا اقلو مر الله لي مركا من زيادك سوق الشي لم يتوان بالله موضا وضي حسوسنين بكو سوريدي تليفون كي ومركا ورابا دعي نمبا مانتر وبلايا صوق راعي الباب دي سوف رانس وشاقيسان هيا مركا حلو بهاي هي سيدو شيخ وشيخ من حديث النبي قال قفكم مركي أسهل أنت أي شركة يوحي يحمى تدو هذو إسكقبتو حويان أستان بيوت أستان نفتي يا شيطان يوحي لو سهلي يو لو قرحيي أنت صورن أي كري ويان كي استاغا أستان بيوت سيد النبي الله يوسف ناكتي أوها أدونكا وقرية كسو حيرتي وقف دمرا ونمبق راقبي راح أدوم بكترتي المارت الصين وحوان نقل يرى وحوها أضون وخدمية وحدده أجمشرين إلهي ما ينعد كلو أجمشرين دواعدي ولا ما سقوط من هيت لك ما يكتر مرك معاد الله يبي وماش الوك على بحها يو عبد الدنيا عبد الشهوة يو مارت عبد لله ماش الوك على بحوي أنت صرنا سقوط سوت من مسكين كا يا وحوري مارت وحكوري معاد الله يبي وأهن آديات خنتي مواقف تالوك على بحها كمت وقفكم مركو وحي أسهلنا هذا ونفي الشيطان يدون رسوي مادان وحن نقنها يابا اتجاه مارت مجبورة ما كتير أبو غريبان كوان كو قصبنا أبو دي إن الرباقات وان كو قصبنا أبا قرقي بعد دحد يقى تشوغي قاعد يقى ميل فريستي حالا قاب عدور دار آن وحبا كتير نسو نفتي سو كو قنعين هيا أرنا كو قصبنا ويان بالا قابا ينسكتا نبي الله يوسف بل انت أسبابا اسقوط من ثيرية غريب بوها وقفكم مركو ميل أن لقاء قون وشوغم حماتها ذا والله يبين أسهلات وما اللي جاي قال ندو واحد بضم إلى على نهاية أصلا واحد إلى كعبز كتشرين أهل كي يدت كي يقانت اللي يقان يبي أذا وكهر رئيسنا وذا جرنا يسا وحبو صور هيبم لكن مركو ما العلاء تجو حاله يا با إني رأي لهم نرزين وحبو صور هيبم ولذلك مركي وسران كي رجل بيت كلا تجي وحويان دت كي نك سبح حقيقة دي سوى حابو الله صباح دت بحاجة بي أذا مركو كتشر بي أذا إلى علن أذكر هربان إنتان سفر أن أدنى سعودي كان كتغني بان حنوك عني مال وضمدار رأي يروب أيان أسعني أو نارتي أنه سفر عن كتير والقاسة ديارة دوحة أبنا فملف ربضان أو مارتي مملكة سعودي كان أبنا ويقونا بحي أسعدين شو مارتي حقا بحي ودى الحيس بأسعدين وضي مركز سعودي أنا أسقرب فلين مر الله علي مركز وطنك رأي يروب وطنك ماذا هودي سأنقل لك بفهمي الذي يردن وحيهم قالين ماشي مسقوشي يعقم بالله إن لقالي دركي يردن بيبدا الشيمب دات كالو او هذا قرن اني بيكو صابحين ويحي وذا دنابة وحا يقول درها إسلام وايلو شن قبل دود ميامس أفر قبل دود وذاتي هو وين قبل هنا ايدي قبل دي بان كالقرن وين وروا يا الله نلي يا سلا ما تبحر الشي كدي قود وعريات دو سوانا وضيقي مره وكعي مره وفريسان منا هالي كارو رقي قبيه الذي ما وضوته
markaas mar istaaga mar uu fariisanaa mar uu isaga sheekh maxaa ku dhacay baan ku jiray wuxuu yiri fiiri wadanka markaan joognay hata jawiga wadanka markaan ku jiray wiil mamlakada jawiga dawladdu u duceey ilaahay khairis hawadeeda hata markaan ku jiray kuma ina dhirranayn markay ogaadeen in hawadii laga soo baxay iyo saas u galeen maxaad u malayn buu hadii joogi lahayn meesha ay degi lahayn yaani waxaan ka wadaa insaanka in badan bii'ada ilaalin bii'ada in badan ilaalinays marka masaajidka iyo environment-kiisa marka aad ku dhex jirtay iyo dad eero khayr waxa loo leeyahay subax ma aragtay saaxiibtinimo fiican samee asuxba asaliha waxa loo leeyahay wax badan baad ka heli jaliisu suu iyo jaliisu saalix waa kii xadiidka nabigu noo mithaalin hayay marka ikhwati fillah aanu ku dadaalno khayraadkan muusimka wayan waasimtan oo kale ayaamaha noocan oo kalena soo saddex beri waa laga wadaa dad inala jooga afar beri inala joogaan aanu ma aragtay saacaadkeena kala soo xamaalano muxaadaraadku waxay u badan yihiin bacda almaqrib iyo cisha intuu dhexays waa waxaan hal saac dhannayn wey inteenag inta kale haddaan adduunyadu ku mashquul halkaa saac inaan nafti iyo shaydaan ka adkaanno waa arrin aad iyo aada muhiima wey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa basmaxusma sifaati alculaa inuu xaqa na tusa nagu irsaaqa xaqa raacitaankiisa inuu shaydaan iyo naf iyo wixii wata iyo wixii dhibaato nagu wadan inuu ilaahay subxaana wa tacaala naga leexiyo ina waliyu dalika walqadru calayhi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.